يا نهار اسود، كل دي فلوس عند صافي سليم يا فندم. يا ابني ده اقل بكتير من اللي انا كنت متخيله، دي طلعت فقيره الله يرحمها. هو الفن بيكسب قوي كده معاه باشا؟ فن ايه بس يا ابني، انت بتسمي الكام مشهد والكام فيديو كليب اللي طلعت لنا فيهم كل المواهب ده اسمه فن؟ ماله ده ومال الفن؟ الفلوس دي يا حبيبي بتيجي من انواع تانية خالص من الفنون. اصحى بقى عماء. اي نوع بس من انواع الفنون مع الباشا؟ يعني الواد مش فاهم. يا ابني اذكروا محاسن قتلاكم، كله منك انت. ايه بس يا باشا؟ ايه بس يا باشا ايه؟ كان لازم يعني تجيب لنا الورق المنيل ده يوم القبض بتاعنا؟ هتخليني دلوقتي وانا رايح امضي على القبض بتاعي امضي استقالتي واعمل فيديو كليب؟ يا فندم يعني هي القتيلة هتعمل ايه بكل الفلوس اللي عندها دي؟ ولا حاجة، مش هتاخد حاجة معاها سعادتك. أهم حاجة يا فندم الصحة والسد. الله أكبر، ده ايه الرضا والنور اللي بيطلوا من وش فضيلتك ده؟ يا سلام، يا ريتها قابلتك من زمان، كان زمانها دلوقتي سابت المسخرة دي كلها وركزت في التقوى. استغفر الله العظيم. ما قلنا يا جدعان اذكروا محاسن. بص يا عم، انا عايزك، معلش ساعدني في دي. حاضر. انا عايزك تبعت لنا حد. ايوه معلش. علشان يستدعي الواد اخو القتيل اسمه يا ابني. ايوه يا باشا. طب اسمه ايه؟ بركات. ايوه. بعت لنا حد يستدعيه علشان الطب الشرعي عايز يساله كام سؤال، بس اهم حاجه عندي مش عايزه يحس خالص ان احنا عندنا خبر بموضوع سحب الفلوس من البنك. طب وليه معاه الباشا كل الاحتفالات دي ساعتها؟ ما كلها ساعه وخلي بيت الشرطه القانون ويقول لنا التوكيل ده مزور ساعتها. يا سيدي انا عايز المكالمه دي تيجي وبركات موجوده عندنا، انا محتاجه. حاضر. مش واجب يا فندم ان احنا نقبض عليه بتهمه التزوير؟ بص الموضوع ده هيتولوا قرايبهم شويه وهتلاقيهم مقطعين بعض في النيابات والمحاكم، احنا اللي يهمنا نخلص قضيتنا. طب ازاي معاه الباشا بركات ده هيساعدنا في حل قضيه؟ لما يوصل هتعرف. حاضر. هتنزلوا تقبضوا ولا فيديو كليب انتوا كمان؟ يلا السلام عليكم. وعليكم السلام يا باشا. نحن ننفرد بصور عن الاب المخمور والخطيب المخلوع وصور لبيت صافي القديم. بقى هو ده اللي انت قالب الدنيا عشان؟ وده موضوع شويه يا استاذه. مش احنا كنا اولى بنشره؟ مش احنا اصحاب القضيه من اساسها؟ بس انا قلت لحضرتك من الاول انا عمري ما هدخل تفاصيل شخصيه رخيصه لما تبقى في انسانه بريئه تعرضت لجريمه قتل بشع. ايه اللي يخلينا نسيب اللي حصل لها ونقلب في حياتها الشخصيه؟ انا مالي اذا كان ابوها مخمور ولا متنيل، وايه علاقه اللي كان خطيبها اصلا باللي حصل؟ دي خصوصيات ناس واحنا المفروض نحافظ عليها مش نفضحها ولا ايه؟ ده اللي انا كنت متوقعه. لازم تغطي تقصيرك المهني بمحاضره عن اخلاقيات المهنه، كاننا محتاج ان انت تفكريني بيها. ومش من حق القارئ يا استاذه ان يعرف صافي سليم دي كانت عايشه فين قبل ما تتنقل النقله الاسطوريه دي اللي هي اتنقلتها. مش من حق القارئ يعرف مين ابوها وليه ما حضرش فرحها. مش من حق القارئ ان يعرف مين خطيبها ده واللي كان خطيبها وحتى ايه نفسيه دلوقتي بعد ما عرف انها اتقتلت. والله انا كل ده مش من اختصاصي، انا صحفيه حوادث، انا واجبي اني اقدم للقارئ معلومات عن الجريمه، ملابساتها، جهود كشفها، واظن ان واجبي ده اديته على اكمل وجه وهكمل في تاديته. انما اني ادخل في خصوصيات الناس وتفاصيل حياتهم وما احترمش احزانهم ومشاعرهم فدي حاجه حضرتك تقدر تعملها براحتك، وعندك محررين ما شاء الله ما هيصدقوا ينولوا شرف ان هم ينفذوا افكارك العظيمه. وبعدين لو غلبت في الروايه الكبير غانم بيومي خليه يالف لك روايه عن اي حاجه انت عايزها. تعالي هنا. هو انا اديتك الاذن عشان تمشي؟ عن اذنك. في عندي حاجه ضروريه لازم اكتبها، انفراد صحفي حقيقي بس انفراد محترم، على الله بقى حضرتك يكون عندك الجرأه وتنشره. الله، هو في ايه؟ الله، ما تتكلمي معايا باحترام يا بنت انت. انا اسف، انا ما اقصدش حضرتك، انا اقصد صاحب الجورنال، على الله بعد ما تقرا اللي انا كتبته تقدر تقنعه بانه ينشره. عن اذنك. ممكن الاقيه فين دلوقتي؟ مش عارفين يا باشا، اصل هو من ساعه ما خرج الصبح بدري وهو قافل موبايله.
هو في ايه يا حضره الضابط؟ هو انتوا وصلتوا لحاجه؟ عرفتوا مين اللي قتلها؟ لا لسه التحقيق شغال وهنبلغكم بالنتائج اول باول. امال لما قصد تسال على بركات ليه؟ كنا عايزين ناخد منه عيانه عشان الطبيب الشرعي محتاجها في شغله. ليه؟ هو بركات ليه دعوه بالقتل؟ يا نهار اسود، هو بركات قتل صافي؟ هو انا قلت ان ليه دعوه بالقتل؟ امال الطبيب الشرعي ده عايزه ليه؟ اكيد عشان اخوها يمكن ياخد منه عينات تفيده في التحقيق. كلام ايه ده يا حضره الضابط؟ انا مش فاهم حاجه. والله انا جاي انفذ التعليمات. طبيب الشرعي عايز عينه من اخو القتيله. يا لهوي بس، وطوا صوتكم، وطوا صوتكم لحسن. الست اللي جوه دي لو سمعتكم تروح فيها. يا عيني عليك يا صافي، كده تقول عليك اختك يا بركات الكلب. طب ما انا اخت القتيله، ما ينفعش تاخدوا مني انا عينه؟ يا اخويا اختها حاكم البطن قلابه. انتوا كده معطليني على فكره، انا مش فاضلكم. هو بركات ده مقيم عندكم هنا ولا ليه محل اقامه تاني؟ لا هو عايش هنا مع امه واخته بس، جايز بقى والله اعلم يكون واخد شقه مفروشه ولا اجار جديد، دي حاجه مش معروفه. هو ممكن يكون راح لوالده في القاعه؟ لا ما اظنش، اصل هم ما كانوش حابين بعض لا مؤاخذه، الموضوع شرحه يطول. طيب هو انا استناه بره لغايه ما يرجع، ولو اتصل بيك ولازم تقولوا له يجوا بسرعه عشان ما يعطلش شغل الطب الشرعي. علي النعمه، الموضوع ده فيه ان اكيد بركات عامل مصيبه مهببه. كل المصايب تهون بس ما يكونش قتلها. ألف مبروك يا باشا على الشقة، ألف مبروك. اتفضل يا باشا، اتفضل. شكرا. أخت حضرتك هتيجي من السفر إمتى عشان تسكن؟ إن شاء الله خلال أسبوع. بس خلي بالك يا باشا، صاحب الشقة لا يمكن كان يسكنها العزاب، لولا وش حضرتك السمح والله ما كنت كتبت العقد قبل ما يجوا فعلا. لولا وش السمح ولا لولا الألفين جنيه اللي لسعتهم فوق الإيجار والتأمين. عموما انت مش البواب، اديك هتشوف بنفسك. انا مش هدخل الشقة غير لما اختي تيجي بالسلامة من السعودية، بعدين احنا ناس محترمة ونعرف ربنا كويس، ملناش في الانحراف والمسخرة والكلام الفارغ ده. بعدين حتى لو هننحرف مش هنأجر شقة مفروشة، لا ده احنا نشتري شقة تمليك من بابها ننحرف فيها على مزاجنا ولا ايه؟ ايوه. تزعلت ولا ايه؟ انا بهزر معاك. ها؟ انا كان ممكن أأجر في اي حتة هنا في المنطقة، في اي عمارة حوالين منك، بس انا قلت لا خليني عندك. حكيم انت راجل سمعتك كويسة وشكلك ابن حلال وطيب. الله يكرم اصلك يا باشا. طب يعني مش عايز اي خدمة؟ اي خدمة؟ لا متشكر. على فكرة بقى يا باشا، أنا هفوت على صاحب الشقة عشان أخليه يمضي العقد، هو ساكن قريب من هنا، وبالمرة يعني هصور البطاقة وأجيبها لحضرتك مع العقد. بس خد بالك أنا نازل كمان ساعتين، كل حاجة تبقى جاهزة. حاضر. أنت رايح على فين؟ ما هو يا بيه هفتح لحضرتك محبس المية، يمكن حضرتك تعوز الحمام ولا حاجة. لا اتكل على الله، أنا هبقى أتصرف، وبعدين لسه هتوضى وأصلي الظهر. ماشي على العموم، يعني لو عوزت أي حاجة يبقى يرنلي. هرنلك؟ طب هرنلك بس وهتفتح عليا عشان هبقى قافل من جوه. سلام. سلام يا عم علي. أنا رنله إيه؟ شكلها هتحلو، هتحلو قوي. الكلام ده خطير جدا يا دليل. انا عارفه انه خطير، بس ايه هتنشره؟ منشروش ليه؟
وانت جايبها من عندك؟ انت جايبها من محاضرة التحقيقات. وهو اي كلام من محاضرة التحقيقات بيتنشر؟ انت نسيت لما صاحب الجورنان وقف النشر عن خناقه ما بين نادين كمال وصافي سليم بعد حمله الاعلانات اللي جات له؟ ايه بس الموضوع ده اصله موضوع خاص شويه، يعني احنا نشرنا اهم ما فيه وهو كله على بعضه كده كان اتفه من التفاهه، انما الكلام ده كلام خطير جدا هيقلب البلد، ويمكن كمان تتوقعي ان يجي من وراها مشاكل قانونيه. بس انا مش جايبه اي حاجه من عندي، كل الحكايه ان انا ذكرت وقائع منفصله بسياق واحد وسبت القارئ هو اللي يربط ما بينها، ده غير ان انا كاتبه عندك هنا في نهايه المقال اننا مستعدين لنشر توضيحات نديم كمال حفاظنا على حقه في الرد. طب ايه رايك بقى لو خدنا الفقره الاخرانيه دي وحطيناها في الاول؟ لا من فضلك يا استاذ، الموضوع ده يا اما يتنشر زي ما هو يا اما بلاش منه خالص. انا بحميكي قانونيا. متشكره قوي، بس الفقره دي لو تتحط بالاول تفرق كتير عنها تتحط في الاخر، بعد ما يكون القارئ خلص قرايه مش هياخد باله من الموضوع ده اصلا. مش حضرتك علمتنا كده ولا انا غلطانه؟ وتفوقت على استاذك. اعتقد بقى ان من حقي اغير العنوان صح؟ طبعا، بس مش تفهمني ليه الاول؟ هقولك، كلمه هل اللي انت بدات بيها الموضوع دي تضعيفه جدا. هل قتل نديم كمال صديقته السابقه صافي سليم؟ احنا نحط المعلومه في الموضوع بشكل مهم وصريح وواضح، كده نوصل للهدف بتاعنا بسرعه. شوف المحاوله دي كده، قنبله خطيره تفجر التحقيقات في قضيه صافي سليم، ده هنخليه باي لاين، بنت كبير ابيض في اسود، البيزك لاين بقى نخليه على 8 عمود. شوف كده، نديم كمال كان موجودا في مسرح الجريمه وقت ذبح صافي سليم. كده يبقى احنا قلنا كل اللي احنا عاوزينه من غير ما حد يودينا، لا قلنا ان هو قتلها ولا حتى شارك في الجريمه. لو المحاميين بتوعه بقى رفعوا علينا قضيه اكيد هيخسروها، كمان احنا هنستشهد بالكليب اللي موجود في الاسانسير، لان قانونا الاوتيل هو مسرح الجريمه، مش بالضروره يكون الحجره اللي ماتت فيها. مش كده ولا ايه؟ الكلام ده كله موجود في الخبر بتاعنا. ويا ترى بعد كل الحرفنه دي السيد صاحب الجورنال مش هيخاف؟ مش هيقول لك احنا ليه عادي واحد زي نديم كمال ونخسر معلن مهم قوي؟ ما انا لما اقول له ان احنا لو ما نشرناش الكلام ده انت هتنشريه في مكان تاني، ويبقى كده فقدنا السبق الصحفي، وده طبعا هيأثر على التوزيع، وده راجل مش عبيط، فاهم كويس قوي ان التوزيع هو اللي بيجيب الاعلانات. يعني لو فقدنا نديم كمال هنكسب غيره كتير قوي. بس على فكره انت كده مش هتكون بتكذب، لان كنت فعلا لو ما نشرتوش الكلام ده انا هنشره في اي حته تانيه، حتى لو اضطريت اسيب الجورنال. وانا ما يرضنيش ان انا اصغري قدام حسن باشا بعد ما وعدتيه ان انتوا تنشروا كلامه. طبعا ده هيساعده في شغله. ومين قال لك ان المعلومات دي انا جبتها من حسن محفوظ؟ الله الله، طالعه من بقك زي السكر، حسن محفوظ. لعلمك المعلومات دي لو اتنشرت هتضر بيه بشكل مباشر، عشان كده انا فكرت 100 مره قبل ما انشرها، لان هو اخر واحد في الدنيا انا ممكن اضره، عشان هو انسان شريف ومحترم ومش بوشين. خلاص يبقى بلاش ننشر الكلام ده، لان اكيد مصر محتاجه لضابط شرطه ليه كل المواصفات الحميده اللي انت بتتكلمي عنها دي. حضري لي صوره ليك عشان احطها مع الموضوع. ومن قال لك اني عايز انشر صورتي اصلا؟ انا مش بجاملك، ده حقك. اختاري صوره متجهمه شويه، بلاش تكون صوره فريحي عشان تليق بالحدث الجليل المأساوي ده. ادخل. تمام يا فندم. اهلا يا عاصم، في جديد في تحقيقات النيابه سيادتك؟ فاضي للأسف، أخبار مش مشجعة. واضح إن احنا اتسرعنا في اتهام الأمريكاني بجريمة القتل. إزاي سيادتك؟ إيه هي الضغوط اشتغلت أوام كده؟ ضغوط إيه بس يا حسن؟ بالعكس، ده الراجل أول ما جاله مندوب السفارة والمحامين اللي هم موكلينهم واطلعوا على الأوراق لقوا القضية مش سهلة،
واضح ان هم نقلوا الاحساس ده للراجل، عشان كده اول ما النيابه ابتدت تحقق اعترف فورا وبهدوء شديد انه جاي مصر عشان ينفذ مهمه غير مشروعه، وده اللي خلاه لازم الاوتيل طول فتره اقامته، عشان كان المفروض ينزل من الاوتيل مباشره ينفذ المهمه. ازاي يعني يا فندم؟ اذا كانت المهمه بتاعته كانت في الجناح اللي جنبه على طول. لا يا سيدي، حته تانيه خالص، ونتائج مهمته في شقه صغيره في بورسعيد، والمفروض زملائنا في بورسعيد هياكدوا لنا الكلام ده دلوقتي حالا. طلع الامريكاني فعلا مرتزق، بس كان جاي في مهمه تانيه خالص غير قتل صافي سليم. كان جاي علشان يخطف ولد وبنت صغيرين مخلفهم راجل مصري من ست امريكانيه، وبعد الطلاق حكمت المحكمه ان الولد والبنت يفضلوا قاعدين في مصر مع ابوه عشان امهم جوزت واحد امريكاني ورجعت بلدها. طلع ما كانش جاي لوحده، ده كان معاه شبكه مساعدين في مصر يعني. لا لا لا، كان المفروض ان الولد والبنت هيتخدروا ويتهربوا في صناديق الموبيليا من بورسعيد على قبرص، ومن هناك يكتتوهم على امريكا. بس عارف التفاصيل دي دلوقتي حاجه؟ لا لا ما تقلقيش، ده مش هيغير كتير من اللي كاتباه. كل ما في الموضوع انك بس مش هتربطني المرتزقه ده بنديم كامل. يعني مثلا ممكن تقولي وكانت الشكوك قد اثيرت حول ما اذا كان قد تم تكليفه بارتكاب الجريمه، ولكن اجهزه الامن اكتشفت مفاجاه وهي ارتباطه بغير موقع. بالظبط. خلاص انا محشوك بالليل هبقى اديلك تفاصيل موضوع الولد والبنت. لا بس مش عايزين بقى نتوسع فيه. احنا مش عايزين ناخد الانظار بعيد عن موضوع نديم كمال. شفتي بقى ان انا بطلت اتخبص عليك ازاي؟ تمام خلاص. طيب تمام خلاص تمام، احنا هنتقابل بالليل. اوكي اشوفك بالليل. خلاص ماشي، هكلمك قبل ما اوصل الكافتيريا. اوكي يا استاذه. خلاص بقى افرجي عن اذني. اوكي يلا مع السلامه. مع السلامه. بقول لك يا جودة، عايز شاي بلبن من البقسماط ونبت بسرعة. ازيك يا عمرو؟ ما الباشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. اقعد اقعد اقعد. حاضر. اخبار الجماعة بتاع مرات نديم كمال ايه؟ التليفونات كلها متراقبة مع الباشا، بس مش قادرين نفهم أي معنى الكلام من صاحبك، لا في المكاتب ولا في التليفونات، هما بس يا فندم بيتكلموا في العربيات وفي المطاعم. يعني صعب مع الباشا نوصل لحاجة معاك. برضه بتلف وتدور علشان تقول لي ان كلامك كان صح من الاول. لا يا عمان غلط، اسمع مني. حق. عايزك ما تيأسش، التوتر هيخليهم يغلطوا. يا فندم هيتوتروا من ايه يا سعادتك؟ برضه الاستعجال والمقاطعه اللي انا ما بحبهمش. يا عماد يا عماد، احنا ما نعرفش ممكن بكره ربنا يبعت لنا ايه. يا رب خير يا معالي باشا. نتفائل بس عشان يبقى فيه خير. حاضر. طيب ركز بقى معايا، انا عايزك دلوقتي تروح على الفندق. أيوة. تقابل الجدع الحيوان اللي اسمه مدير امن الاوتيل. المدير امن الاوتيل ده ما ينفعش مدير امن الحديقه. المهم ايوه لو اتلمت معاك تديله على دماغه، مش هينفع معاه غير كده. على طول مع الباشا. تمام. هتاخده هو والناس بتوع الكاميرات اللي في الفندق وتروحوا على المطابخ بين الشفتين. فاهمني؟ حاضر. بين الشفتين. حاضر. عايز كاميرا تتركب في المكان اللي بتطلع منه الاوردرات بتاعت الروم سيرفيس. مرني باشا مرني. مركز معايا. وكاميرا تانية في المكان اللي بيستقبل عربيات الاكل بعد ما بتيجي من الاوضه. حاضر معايا يا باشا. هو بس سعادتك تركيب الكاميرات سهل اهو يا فندم، بس نفسي افهم ليه؟ نفسي افهم ليه يا باشا؟ نفسي افهم ايه؟ ما انا احب كده اللي يقراني بسرعه، اقراني. احنا عايزين نفهم ازاي بصمه الجدع الامريكاني ده فضلت على السكينه اللي في رقبه القتيله. ما ده اللي يجنني يا باشا، ده اللي يجنني. ولا يجننك ولا اي حاجه، كل ما في الموضوع ان احنا نعيش في رحاب العالم الثالث. تقصد ايه يا معالي باشا؟ هتفهم بس اعمل اللي بقول لك عليه. حاضر. خليك قاعد خليك قاعد. حاضر معلم. قول لي محمود عتر في الواد اخو القتيله ولا لسه؟ لسه عادتك مستنيه تحت البيت يا باشا. طيب استعجل لنا، خالد بقى مش هيبات في الشهر العقاري يعني. امرني يا فندم امرني. انا عايزك اليومين دول تتعب معايا جامد اعمال. تحت امرك يا باشا. تعب معايا عشان بعد كده في اجازه.
إجازة شهر العسل يا عريس. خيرك يا باشا، خيرك علي يا صاحبي. العفو حبيبي العفو. اتفضل يا عم. حاضر. يا ضاحي افرضي ان الخبر نزل بالشكل اللي مكتوب بيه ده، كان هيبقى موقفنا ايه دلوقتي؟ على اساس ان عمرنا ما نزلنا اخبار واتكدبت، وفي من ضمنها اخبار حضرتك شخصيا اللي كنت جايبها. مش قصدي حضرتك اضطرتني اقول كده، بس مش نحمد ربنا ان تصحيح ده جه قبل الطبع. ده اساسا هو مش تصحيح، تقدر تعتبره يعني ابديتنج للخبر. ويا ترى بقى بعد ما نطبع الطبعه الاولى هيجي ابديتنج برضه يمسك لنا الخبر من اساسه؟ اظن يعني من خبره حضرتك الطويله تقدر تعرف ايه الاجزاء اللي ممكن تتنسف وايه الاجزاء اللي صعب ان حد ينسفها. ده اصلا ان انت لو ما كنتش متاكد من صحه الخبر ما كنتش نشرته من اصله. احنا كلنا عارفين ان مصداقيه الجورنال هي اكتر حاجه تهم سيادتك. يا سلام، التنبيض بيتحسن كل يوم عن التاني عند سيادتك. شاعر العربي بيقول علمته الرمايه فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما قالها قافيه هجاني. لا ده احنا بنخش لبعض بقى قافية، مش كده ولا ايه؟ شكرا للابديتنج، متشكرين قوي. عموما انا عارف كويس قوي ان التطوير بيبقى مهم ومحتمل. شكرا على سعة صدرك يا فندم. كنت عاوز اقول لك رئيس مجلس الادارة، قصدك صاحب الجورنال، قلت لك مليون مرة انا ما بحبش التعديل ده. هو ايه سيادته عنده ملاحظات على الشغل ولا ايه؟ برضه انت عارفة كويس قوي اللي مفيش مخلوق بيتدخل في شغلي، فاهمه ده ولا لا؟ اسكتي بقى، اسكتي خليني اكمل كلامي. اتفضل حضرتك. الراجل شاف شغلك، شاف البروفات، عشان كده طلب لك مكافأة تشجيعا يعني. متشكرين قوي يا ريس، بعد اذنك. سلام يا استاذ بركات. الله يسلمك، حضرتك تعرفني؟ طبعا، ده انا قاعد مستنيك بقالي ساعات. ليه خير كف الله الشر. انا كنت جاي اخدك في مشوار صغير لغايه مصلحه الطب الشرعي، احنا عايزين بس منك عينه عشان التقرير اللي بنعمله عن قتل اخت سيادتك. انا اسف نسيت اقول لك الباقي في حياتك. ها؟ الباقي حياتك الباقي، بس انا ايه علاقتي بشغل الطبيب الشرعي؟ والله مش عارف، بس هي دي التعليمات اللي عندي. ربنا يوفقك. ممكن بعد اذنك بس هستاذنك ادخل اغير هدومي واجي لك على طول. طبعا اتفضل. استنيك. بركات، انا الحكومه كانت عايزاك في ايه يا اخويا؟ هي حدوته يا زينب؟ ما قلت لك ما اعرفش. هم بيقولوا عايزين ياخدوا مني عينه ولا ما اعرف ايه. اوعى يكون لك دعوه بحكايه القتل دي يا استاذ بركات ولا استاذ ايه بقى، والنعمه ما انا نطقها تاني لما تحلفي على المصحف ان مالكش دعوه بالموضوع ده خالص. انت اتهبلتي يا وليه؟ انت ما تعرفيش صافي دي كانت ايه بالنسبه لي ولا ايه؟ ده انا لو طول اعرف اللي عمل العامله السودا دي كنت قطعته باسناني. امال يا قلب اختك كانوا عايزينك في ايه؟ ما اعرفش يا زينب، لما هعرف ابقى ابلغك. بركات استنى، انا جاي معاك. ما انا ما اقدرش اسيبك لوحدك. ده على اساس ان ليك هيبه قدام دكاتره الطب الشرعي يعني ولا ايه؟ زينب خلي جوزك يقعد لنا في حته ناشفه، العمليه مش ناقصاه. تلقح يا اخويا جنب مراتك. لا قول لي يا استاذ بركات. خلاص انت كمان. عاجبك الكلام اللي بيقوله اخوك ده يا زينب؟ يا اخويا شيل دماغك. مش يا اخويا مصلحه الطب الشرعي دي يعني اللي بيبقى محطوط فيها الجثه؟ يا لهوي، الها نشك في لساني والنعمه ما عرفت طلعت من بقي ازاي. ايوه هي يا نجوى. خلصي بقى علشان الناس مستنيني بره، مش عايزه اتاخر عليهم. طب ما تاخدني معاك يا اخويا، نفسي اشوف صفي حبيبتي وامل عيني منها قبل ما يدفنوها. لا حول ولا قوه الا بالله. طب افهمها ازاي دي بس يا ربي؟ يا ستي لسه مش هيدفنوها دلوقتي، واوعدك اول ما هقابل الطبيب الشرعي هقول له ما حدش يدفن المرحومه غير لما نجوى تشوفها. خلاص طيب خدني بقى معاك والنبي، خدني اشوفها. يا فرجه يا نجوى، اذا كان انا نفسي مش هشوفها، هو حد ينفع يشوف منظر زي ده مرتين؟ انا من ساعه ما شفتها الله يرحمها وانا مش عارف اتلم على روحي. سيبيني بقى، سيبيني اخش اطمن على الحاجه قبل ما اخرج.
سامحيني يما، انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس يرضيكي الفلوس اللي تعبت وشقت فيها صافي طول عمرها تروح لناس ما كانتش بتحبها. لو كان بايدي ما كنتش طولتهم منها مليم، بس للاسف مش بايدي. سامحيني يما، سامحيني. مش كنا المفروض نروح مصلحه الطب الشرعي يا باشا؟ احنا خلينا الطبيب الشرعي يجي لك لغايه هنا عشان ما تبقاش متضايق نفسيا وانت في نفس المكان اللي فيه جثه تيتا. والله فيكم الخير يا باشا. هو ايه الموضوع يا باشا؟ مفيش موضوع ولا حاجه، ديك هتدخل وتشوف بنفسك. بس انت عرفت الكلام ده ازاي؟ مش انا اللي عرفت الكلام ده، امنيه هانم هي اللي عرفت الكلام ده، ومن مصدر من الجورنال نفسه. تقدر تقول حد يخدم يعني. حد صحفي يعني؟ مش مهم، او حد وخلاص. وما دخلتش ليه عشان توقف النشر؟ الجورنال كان نزل المطبعة، ما كانش ينفع نوقف النشر. حتى لو كنا اتدخلنا وقدرنا ان احنا نوقف النشر، كنت من تاني يوم هتلاقي الموضوع في 500 جورنال. ما هي الجرايد دلوقتي بقت عامله زي الهم على القلب. ملعون ابوهم. احنا نرفع عليهم قضيه بكره ونقفل لهم الجورنال عشان يبقوا عبره لغيرهم. يا حبيبي، وهترفع عليهم بقى قضيه بتهمه ايه ان شاء الله؟ بتهمه ان هم نشروا محضر رسمي محول من النيابه برقمه وتاريخه وصورة زنك غراف منه. يعني ايه؟ هنسكت وخلاص؟ ومين قال ان احنا هنسكت؟ ومن انا جاي لك ليه يا مان؟ المشكلة دلوقتي مش في الخبر اللي اتنشر في الجورنال، ولا في الجرايد السعرانة اللي مستنية تاخد الخبر ده عشان تشتغل علينا خوارة. المشكلة ان احنا عايزين نعرف مين اللي سرب المعلومات دي ووصلها للجورنال ده، وهل المصدر اللي سرب المعلومات ديت من النيابة او الامن كان متبني بقى الولد ده من الاول، من اول ما جالك وطلب منك فلوس زياده؟ مش جايز، الموضوع كله بلاغ من الواد ده ومفيش حد وراه. وانا قلت لكم الاول كنا اتفاوضنا معاه وعرفنا ايه طلباته، استفدنا ايه من العناد معاه؟ ادي احنا اتفضحنا في الجرايد وسردنا على كل لسان. انت هتولول زي النسوان بقى يا متر ولا ايه؟ ما تجمد شويه، انت مالك قلبك خفيف كده ليه؟ وبعدين يا سيدي انت تفرح، ان اسمك هينزل بالبونت العريض مع الاسماء دي. يا سلام. ويساعدك وهناك بقى انك هتبقى من المحامين الصف الاول في مصر. وما تنساش حاجه مهمه جدا، ان احنا موقفنا في القضيه دي سليم، مش سليم بس، ده زي الفل كمان، لان مفيش ولا دليل واحد بس ضدنا في القضيه دي. كل حاجه كانت مترتبه صح وكانت ماشيه زي الفل. انت تهدى بقى كده خالص وتفكر معايا، الواد ده لازم يكون في حد وراه من جوه البوليس، والا ما كانش عمل المحضر تحول للنيابه بالسرعه ديت. ها؟ فكر كده. صرصار زي ده كان بلع لسانه في بقه لما خد الفلوس اللي خدها منك، وكان انكتم وكفأ الخبر مجور. انما لازم يكون في حد وراه بينخور في الموضوع ويزقه. بص يا متر، الموضوع كله المقصود منه ان يدخل فيه اسم نديم كمال وامنيه هانم في الموضوع. معاك حق. انا عارف ان انا معايا حق. عشان كده بقى عايزك تفكر معايا بقى متر، ونعرف مين اللي ورا الولد ده، وعايز ايه بالظبط، وبيلعبنا ليه، ومين ده اللي بيلعبنا، واخره ايه. طب هو تقيل ولا خفيف؟ وهل ليه سكه نقدر نوصل له منها؟ ولو ليه سكه ايه اخرتها بالظبط؟ وده هنعرفه ازاي؟ جرايه يا متر، جرايه متر يا ابو الافكار الجهنميه. انت مشكلتك بقى متر ان انت يعني لما بتنفعل زياده غدة التفكير عندك بتتعطل تماما. ده حد يسأل سؤال زي ده بالذمة يا راجل. يا بركات. يا ابني انت هتعمل عليا انا غويط؟ مش عيب. ما تتكلم. يا ابني مش ده الإقرار اللي انت كاتبه على نفسك؟ مش ده التوكيل اللي انت ضربه بنفسك؟ قول لي بقى.
مين اللي ساعدك في تزويره؟ المحاسب صح؟ أكيد المحاسب، مفيش حد غيره يقدر يديلك التفاصيل دي كلها. طيب خد منك نسبة قد إيه؟ قول لي بس يا بركات علشان لما أجيبه أعرف أحاسبه. أنا مش فاهم حضرتك بتتكلم عن إيه بالظبط. وديت الفلوس فين يا بركات؟ فرقتها رحمة ونور على روح المرحوم الله يرحمها. دي كانت وصيتها، كانت موصياني لو جرالها أي حاجة أتصدق بكل فلوسها على الفقراء والغلابة والمساكين. ربنا بس يتقبل ويحسن إليها. اتصدقت بمليون جنيه على الفقراء والغلابة والمساكين يا بركات؟ طيب يا ابني لما فعل الخير حرقك قوي كده ما استنيتش ليه لما الإجراءات بتاعت إعلام الوراثة تخلص، الشهادات والودائع تتفك، العقارات تتباع، وبعد كده تلم ده كله وهيلة بيلة بقى تصدق بيهم على الفقراء والغلابة والمساكين؟ صدقني لو عليا يا باشا أنا كنت عملتها، بس أنت عارف إحنا معانا ورثة كتير قوي في الورث واستحالة هيوافقوا إن أنا أعمل حاجة زي كده. طب ويا ترى يا بركات لما إن شاء الله كده الشهادات والودائع دي تتفك والعقارات تتباع برضه هتتبرع بنصيبك للفقراء والمساكين وأولاد السبيل؟ لا متهيألي يا بركات أنت ساعتها هتكون في السجن يا ابني. وانا ايه اللي هيدخلني السجن يعني لا سمح الله يا باشا؟ الله 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 يا بركات. لا انت مش بس بقى مظبط مع المحاسب، انت كمان مظبط مع محامي، ويا عالم مظبطين مع مين تاني وشغال ايه. طيب وشركائك في الورث يا بركات تفتكر ان هم هيسيبوك مش هيرفعوا عليك قضايا نصب وتزوير وكده؟ يا باشا نصب وتزوير ايه؟ وبعدين لما يعرفوا ان انا طلعت الفلوس دي لوجه الله تعالى اكيد مش هيزعلوا. باشا احنا ناس اخر حاجه تهمها في الدنيا الفلوس، عملت لنا ايه الفلوس يا باشا؟ ما ديك شفت نفعتنا بايه؟ لا انت مش سهل انت خالص يا بركات، وانا اللي كنت فاكر ان انا هخضك باللي انا عارفه وهضغط عليك قال ايه علشان تعاوني ان احنا نوصل للي قتل اختك الله يرحمها. يا باشا امرني، انا من ايدك دي لايدك دي، قول لي انا ايه في ايدي اعمله وانا تحت امرك علشان نوصل للي قتل صافي. ايوه كده يا اخي، ايوه كده، حسسني ان الدم عمره ما يبقى ميه. ده انا كنت خلاص قربت اشك انك اخوها بالتبني مش اخوها من لحمها ودمها. طب قول لي بس يا باشا انا ايه في ايدي اعمله وما عملتوش؟ لا تقدر تعمل حاجات كتير قوي يا بركات غير انك تقعد تعيط وتندم. يا باشا هو انتم مش شغالين في القضيه؟ وبعدين انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم انتوا الحكومه، يعني ما فيش اي حاجه بتستعصى عليكم. ده انت بيبقى عندكم قضايا في اخر الدنيا في النجوع والكفور ومجاهل افريقيا وبتروحوا تجيبوا اللي عمل، ما بالك بقى دي جريمه قتل معموله في اوتيل 5 نجوم متصور ومتراقب طول الوقت بالكاميرات، اكيد هتجيبوه. الله عليك يا بركات وانت واثق فينا ثقه عمياء. احنا بقى من ناحيتنا لازم نبقى طبعا قد الثقة دي. بص يا ابني بقى عشان نتكلم كلام جد دلوقتي، احنا تقريبا كده حطينا ايدنا على اللي ورا الجريمة البشعة دي. نديم كمال عارفه طبعا؟ اه طبعا. بس هو حضرتك متأكد؟ لا يا بركات مش متأكد، انا لعبت ملك وكتابه وطلع لي اسم الراجل ده في الباخر. يا باشا انا ما اقصدش، انا اقصد يعني هو حضرتك قبضت عليه؟ لا لسه، بس هنقبض عليه قريب. انت بقى بركات اللي هتساعدنا ان احنا نقبض عليه. وانا مش فاهم برضه يا باشا، يعني انتوا عايزين نجي معاكم واوريكم بيته ولا ايه؟ مش فاهم. بص يا بركات انا بحب الهزار موت، بس في اوقات بحس فيها ان الهزار بقى قله ادب، ساعتها بزعل قوي. وانا زعلي غبي يا بركات، ركز معايا. في تسجيل بيثبت ان نديم كمال كان موجود في الاوتيل ساعه وقوع الجريمه. طب وما قبضتوش عليه ليه؟ اسكت واسمعني يا بركات. ممكن انت طبعا عارف زينا وزي ناس كتيره قوي ان اكتر واحد عنده الدافع لارتكاب الجريمه البشعه دي هو نديم كمال. انا مش محتاج افكرك بالطار البايت اللي بينه وبين اختك الله يرحمها. اسال سميره طلع صاحبه اختك الانتيم عن السي دي اللي قدر انه يدخله لحد السويت في ليله الفرح ويخلي عريسها يشوف بعينيه اللقاء الحميم اللي بين اختك وبين نديم كمال
وقت ما كانوا متجوزين عرفي. انت مش عارف بالموضوع ده؟ لا شكلك عارف يا بركه، شكلك عارف. لو ما كانش نديم كمال ورا المصيبه دي، ما كانش دفع من خلال مراته الشاب علشان يبوظ الفرح ويحوله لفضيحه. الشاب ده تحت ايدينا، وبكره هتكون النيابه بتحقق معاه. وانا برضو يا باشا مش فاهم يعني ايه المطلوب مني. بص يا بركات، احنا عرفنا انه للاسف الشديد الكلام ده اتسرب للصحافه. ايه يا بركات؟ اسكت واسمعني لو سمحت. انت بقى والعيله الكريمه لما قريتوا الكلام ده اتصدمتوا، قمت انت قررت انك تقدم بلاغ للنائب العام تطلب فيه التحقيق مع نديم كمال اللي انت بتتهمه بارتكاب جريمة قتل اختك الله يرحمها، على اساس وقائع العداوة اللي كانت بينهم واللي انت هتحكيها طبعا بالتفصيل للسيد النائب العام. بتقال يا بركات اللي بطلبه منك ده مش مستحيل، ده اقل واجب تعمله علشان اختك. لا ها يا بركات دلوقتي بقى اتكلم. ها عندك سؤال؟ طبعا عندي سؤال. حضرتك كده بتقولي بنفتشر ان نديم كمال ده هو اللي قتل اخت الله يرحمها، وان هو كمان اللي ورا تبويظ ليله فرحها وليله دخلتها على الراجل اللي كانت بتحبه، صح؟ صح. وانتوا الحكومه بجلاله قدركم مش عارفين تقبضوا عليه، او خليني يعني حضرتك ابقى مؤدب في الكلمه، مش قادرين تستدعوه رسميا عندكم. عايزين انا بقى بركات اروح اقدم فيه بلاغ للنائب العام بتهمه انه قتل اختي. السؤال بقى حضرتك، انا ايه اللي يضمن لي ان الراجل ده ما يعملش فيا انا واللي خلفوني واللي يتشدد لي زي ما عمل في اختي الله يرحمها ويسامحها؟ اتصدق دي غابت عني فعلا يا بركات. ولا يهمك عادي يا ابني، انا كنت فاكر ان اكتر حاجه ممكن تخوفك هي منظرك اللي هيبقى زباله قدام عيلتك وقدام الناس لما كله يعرف انك انت حرامي ومزور وسرقت اختك القتيله. يا باشا هو في اكتر من كده فضايح؟ واحد اخته اتقتلت وعيلته اتدمرت، في ايه تاني يخاف عليه؟ انت بتدهشني يا بركات، انت حقيقي بتدهشني يا ابني. انت عبيط ولا بتستعبط ولا شكلك كده؟ انت مصدق نفسك ولا ايه؟ انا مش قادر افهمك. وعمرك ما هتفهمني يا باشا، عمرك ما هتفهمني الا اذا حطيت نفسك مكاني. صافي دي ما كانتش اختي وبس، دي كانت اختي وامي وابويا، ابويا اللي عمري ما شفت منه لحظه حب او حنان واحده. كانت بتصرف علينا كلنا، حتى ابويا اللي كان موريها الويل وعمرها ما شافت معايا يوم حلو كانت بتصرف عليه، وكانت مخلياه مش محتاج حاجه من حد. واختي زينب دي وعيالها وجوزها البقر كانت هي اللي فاتحه بيتهم وكانت بتصرف عليهم. عايزني اشوف كل دول هما بيعيطوا عليها وهم عمرهم ما حبوها لمجرد ان هم هيورثوها وياخدوا تعبها وشقاها. كنت عايز نعمل ايه يا باشا؟ عايز نعمل ايه؟ يا بركات انت يا ابني طلعت بتعمل مهمه قوميه وانت بتسرق الورثه. تستعبد يا بركات، انت ما عندكش ريحه الدم؟ هو انت ما تعرفش الفلوس دي اختك جابتها ازاي؟ جابتها ازاي؟ بالحلال، اختي عمرها ما دخلت علاقه حرام مع حد. وبعدين نذكروا محاسن موتاكم، اختي تعبت وشقت لحد ما وصلت اللي هي فيه. ولا انتوا خلاص يا باشا عرفتوا كل الثروات المتلتله اللي في البلد الناس دي جابتها منين؟ وما فاضلش غير اختي عشان عايزين تعرفوا هي جابت ثروتها منين؟ ولا انتوا ما بتجوش غير على الغلابه